يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. محترم ورش متخانصة خالد الوزير صباح خير. محترم ملكة خان صاحب من شعباز خان صاحب من جيرانان صاحب مجمع تنجرا غلو مدران و مشران و مناقيد سنگرو مستاسو دير مشكور و شكريا داكم اللہ تاس دا ازاد کردی تاس دير وقتی را غلی اکار انتظار و جاتی خبری تقریبا دمان مخ کی مرگور ام کردی مولانا سیب ام ناس دی اصل که من کم دا مردی دل تاس دا غلی و یا جمعات اسلامی کم پیغام دی حقیقت دایتی من خپل ذات تفاعت تاس دا اسم نغور خالص تخپل الإسلام أو ذي كلمة محمد صلى الله عليه وسلم ماشي في حيثيات ثانية وذي مداري ده زمانة ترى أساسهم ذي مداري زمان أساسهم مشترك ذي مداري ده أو أغا أدرنا ذي مداري خاص تودنا من تاس تهدر شوي و تاس تنتقى دعوة در توجه في ذي خبر غور و خير في ذي خبر سوچ مغيب أو دخل حيثيات إحساس مغيب يعني الله رب العزت تقلع ملايكون دعوكم مغيب تسقاد ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة في الخليفة فإذا في الدنيا كما خلافت أن أتنا نيابت هذا الزر مقام لدينا غطة وهدى في الدنيا كي المسلمان بلا نشي بلا طول الدنيا بعد شيء كي ملوشي وده أن لا ده خلافت ده غير مزيد عظيم لده غير نيامت وتلدي من حق ده أخي كما نقوم بداك خبر ده أو بغير ده جماعتنا بغير ده فرقينا ده دين خدمت مشي كده محمد صلى الله عليه وسلم فلا حكم مركري ده جلامة الفنزو خبر الحكم كريدة أو تاسة الفنزو خبر الحكم كما تاسة دي الجماعاتي وجماعات كده بيه يو أميري مشر دي بيه ده أغاوك معروف كي سما وطاعات كي وغاية ده إجزاب وطاعات ده قد رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبع هيرسية ثاني ده أخبر دي مدارة إحساس كي حقيقة داري سي منو تاسو دي رزنات دي بناء الدون كي أو منو مرتول دي أخبر دي جنة لا تفوس كي إنسان ونعنسى بناسي دي قبر كده تكمنو نمنه تفوسونه چې تیګ ده رب بارا کې تفوس کیږي ده پس دین بارا کې تفوس کیږي ده پیغمبر بارا کې تفوس کیږي ده په دې ځان په یو څه کې رب وایي څه معنا ده ان رب خو سره جمعه کې رب وایي نه دي کار یا سر مانځه کې الله تعالی په یو مانځه نه بهر به چې هر څه کې ازاله ده بل دین اسلام فقط مول دین نه دی فقط زکات دین نه دی یا حج دین نه دی دین اسلام هغه دین دی چې کوم محمد صلی الله علیه وسلم ته الله ورکړی او کوم قران یې ته ورکړی او محمد صلی الله علیه وسلم دین د تاسو ته ورکړی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حیران را کوزیږي لومبه وحی سره او د دې شکل په میدان کې مسلسل د دین د غربې کار کوي او هغه جهادونو اشمت په خپل درس کې خبره وکړه موږ دغه گزارش ته دغه توجه راړو چې موږ خپل کار چې کوو د خپل صحیح کوو تاسو ته درخواست راوړو تاسو موږ فیصله وکړو چې موږ باندې باندې وته دا ډېر د احترام په هر مسلمان به مسلمان کې شامل دي هر مسلمان چې کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا اسلامي جماعت دي خو څه قسمتي دا چې موږ نن مسلمانانو دا تصور د ذهن نه ستري دي اسلام محدود کړی اثر جماعت پور دي او په هر سیاست شو حکومت شو وزارت شو دا ټول خلق چې دیندار خلق وته چې کوم الله ما باغان خلدي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سیرتنا بالکل بے پرواہ خل دی ہر یہ وقت کارتے چھے کم دا اللہ نے بغاوت سے اللہ نے منافق دے پاگے مانے آ خلق دا بحر میدان پر خیر ہے یعنی تاسو دی مانے سوال کرو چیز من دا حکمرانانی چی اگر اللہ تعالیٰ حس پروان کری دا منس حس پروان کری دا حرام و حضرت اس تمیس پر کے نشتا دا حیاء دا بے حیاء پروان کری ہر اگ کارتے چھے اللہ کی خطاکی و شیطان کا خوشا دی یعنی آ حکمران دا لازم تکا دا خیر راش چرن نشی کری چې کوم حکمرانان د الله سره یو تعلق نشته دي هغوی د شرابو او د کباب پروا نه کوي دا هر څه تعلق شته د زنا او د هر څه بغې نه صرفه نه کوي او دا حکمران ستا په ملک مشله دي یقینا که ته په جومات کې شپه ورځ کې دی لګې الله ګوا ته مولانا صاحب ناست دي شپه ورځ له وجونه کوه شپه ورځ د کړونه کوه خو دا حکمران دغوی چې کوم فیصلې په تا نازلېږي کوم فیصلې په تا مسلط کېږي الله تعالی دا کې برکت نه اچوي الله په دې کتاب باندې عذاب بنا کړي او دا وجه څلور شپې ته دا چې پاکستان جوړ شوی دی
تبنينا كوريتاقا حلقو دواجينا دعم بلد جيهار شاوشين ورد يمنك سيديات نيش فتور تصوف بسن مسلماناني ونحمد الله منك او تصوف بسن مسلماناني باني نظام نشاه مسلطي عدالت يا قاضي سوق دي مدعي سوق دي وكيل سوق دي فسالة بسيشي باني تيجي حتى تعليم نظام توقورا تاري بين كونو ذو سود نظام توقورا تاري نشر إشاعات نظام توقورا دا حرص الله تعالى تحرف بغاوات بلا قهر منازلون دفار دعوة أصلي بزارة الناري بل تخفى ذلك أن الله تعالى بطانه بمن تقوس كي تتابع كم تتعاد كره وش كتابة دين الإسلام نو نافذ وتابع دين دفار سغم كره دي آية شفير سسوچ كره دي آية سي حساس تشفير ستنز روپاي سلط روپاي سيورد سساعت سغرائي سوقت مهنت تي دين دفار تاسو سي سقوشش كره وا من جنة بعد قدر كدير تنزل كأن الطلبة المنتدغة كي ورقل سنبكا دي فمن جاء الله جواده ني دا خبر فاكر فردا جباني تو دا خبر واضح تشوف بالإس غير هذا فرق دي دار كبير لكن مستلت شي دور الله جواده دقي دفار تخفى الرب تخفى الغالة خلاص تكو فالرب دي صباح ورشا الله موسى بزا من زروع الله جمع اختراوه فشما سيبناتهم هنا جرامات سيبناتهم دا كود أرسل كارتي فخاوة دا ويدي كمري النبي نديوان يقين نبي لأن الله رب العزت كي مركتها غديرة كلاودة دا طول منظر بل لا مخطره ونظر الحرس بل لا مخطره الفكيدي مبوزارش ملايك دا كم فكر مراولي كم داوات كم مراولي لم ستاسو من مشترك فكر بي او من تسنية فراولي لا تبقى خبر وصلا تستر سوق ورتبالية ملكي سحالس دا اسلامي نظام دا فارع اغا خلق تقني منتخب كري دا غوش تنظيم دا غوش بل سيستم دا غوش بل شخصي حسيات دا كل دا اسلام مطابقني إن من كمزوري ومن إنساناني فرشتي دينا تكتير مصنشيات لي فرشتي الله عذاب فرالي جيبا ومن خامشتا وزاد ضبط السؤول فشتا دعوة سرعيما جنن باكستان كيش تنجيم لي كإسلامي تنجيم لي كسياسو كي دي إسر جمع الإسلامي عواحد تنجيم لي شدي كم صحيح جمهوري أو إسلامي وشوراي نظام لي إن ما سمتور بي لكان يو باكتا سمات أو فاي داكي دا انتخاب دا سبيتان يا كفلار وزيا ونسيدا نيمش لنشي لقد كانت هناك حقائق في الدنيا التي تدعي أن 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 الدنيا التي في جماعة الإسلام بدهم يمر في خدمات كلام نورم زيادة بوش في الله واتشوا يعني زيادة قبل ما داري كلام لا أو كذا بوش وان شو اللي شرح في الكار السليم ما نقول وقت إخلاص لو كذا بعدين تصدق الله يجزاهم رزقهم وآخر دعوانا الحمد لله.